البقسماط انا بحب دايما احطه مش في التلاجة، مش بره التلاجة عاده يعني، بحبه يبقى ساقع. تعالوا بقى ايه نعرف الفرخه. حاضر، ادي الفراخ اللي احنا تبلناها. خليني الاول اكسر البيض. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول بيضه والثانيه، وبعدين بالذات مع البيض بتاع اي حاجه هعملها بريدنج لازم شويه ميه او شويه لبن، شويه ميه احل الماده اللزجه اللي في البيض، وطبعا لازم رشه الملح والفلفل، ملح وفلفل. خلاص وهنقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يبقى بصوا ما فيهوش اللزوجه اللي حضراتكم عارفاها. هنبدا بقى نجيب كده الايه الفراخ البانيه مثلا. هناخد كده قطعه حلوه اهي اهي، هنزل هنا في البيض والبقسماط. بسم الله وهعمل كده. عشان اعمل البريدنج حلو او اثبت عليها ما بحطش دقيق الحلو، انا بعملها من غير دقيق اهو، وبسقعها في التلاجة لازم قبل القلي بشوية. لكن خلينا برضو نجرب ونص ماشي وبحالهم ماشي كده. شايفين ازاي اهو اعمل كده لما تبقى حاسة انها تمام، ثبتت عليها البريدنج من كل ناحيه اهو. اهي وبشيله في طبق تاني اجمده. خليني بس ابدا احمر اللي احنا دول ساقعين. بصوا لو كانوا نازلين من الثلاجه طريوا شويه، بقى عليهم البريدنج طري شويه. هروح بصوا بسم الله هروح رجعهم تاني في البريدنج هنا واعمل كده علشان يحتفظوا بنفسهم. بصوا بقى مسام الجامده الساقعه ومسام الطريه، دي طريه ودي جامده ازاي ماسكه نفسها، فرق بين الاثنين. بصوا دي جامده شويه ما بتتنيش بسهوله كده. هسيبها تجمد شويه واخد الحلوين دول، لازم يسقعوا لازم يسقعوا. البانيه كفته بفتيك لازم يسقعوا، بدل ما في ناس بتشتكي تقول بضطر اعملها طبقتين بيض وبقسماط وبعدين ارجعها في البيض واعملها تاني بالبقسماط. ان شاء الله مش هتحتاجوا تعملوا ده باذن الله. ماشي يا حبايبي كده، ده اللي كان في الثلاجه او اللي انا طلعته من الفريزر فك، وبدات ايه اديله تاني اجدد البقسماط اللي عليه تاني، اقفل مسامه لو في حاجه كانت اتبلت او بقت رطبه اهو كده كده. ونبدا نقلب وتشوفوه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الا ربنا في السماء وهو السميع العليم. اهو امسح كده خدها من الطرف اللي احمر ده، انا معاكم استضع حق. بسم الله بسم الله يا عيني يا مطاع اللهم لك الحمد والشكر. يلا اللي انتوا عايزين ايه تاني؟ شايفين ماسك نفسه ازاي؟ السقعيه مهمه جدا بس يو دي لسه طريقه هعملها لكم برضه. انا هعملها عشان اريح المخرج عشان يعرف ان برضه هتبقى ماسكه الطبق، بس افضل لو احنا مش ايدينا هتبقى سعفان ان احنا نعمل بريدنج مظبوط وبشكل قوي ان احنا ايه اهي الطريقه اللي احنا عملناها النهارده كبيره دي اهي اللي هي اخر واحده. الزيت زي ما انتم شايفين. خليني بقى احط تيشرت كده، انا دي المطبخ على على الطبق، وبنبدا نطلع عليها اهو. نمسك كده بصوا الجمال، بصوا هقلبها لكم على الناحيه الثانيه. شفتوا بقى الجمال؟
اهي شايفين، نحطها لكم هنا. طيب ونحط تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. لما اجي احمر بانيه والاقي انه الزيت اتعكر، ليه ما بحطش كميه زيت كبيره؟ عشان اقدر اغيرها، يعني اخد الشويه اللي على وش دول وهرمي الباقي اللي فيه تراسيب البقسماط، لان اي بانيهايه هاجي احمرها بعد كام واحده، بعد حوالي ست بانيهات، هتلاقوا بقت البقسماط ده اتحمر قوي وبقى محمر لدرجه انه بقى شبه اتحرق، هتديكوا لون مش حلو على البانيهايه. ماشي كده؟ طيب انا هحط، ممكن نحط واحده كمان هنا اهي، يبقوا ثلاثه، هيبقى باقي عندنا دول. خلينا بقى ايه، نستسمح حضراتكم. بصوا بقى بيتراكم ازاي البقسماط اللي هو بيبقى اتحمر قوي، لو انا بقى سبت الزيت كده على طول هيبقى مش نظيف، فانا لازم اغير الزيت، وعشان كده مش عايزه كميه زيت كبيره. حضراتكم تحطوها يا دوب ارتفاع سنتي يعني تقريبا، يعني نقدر نحمرها كويس ونغير الزيت بشكل نظيف احسن لنا. هستسمح حضراتكم بقى، نطلع فاصل صغير هنرجع بعد. بصوا ماسكاها ازاي، بصوا بس تبقوا عارفين البانيهاية اهي، ما بتتعتعش من عليها البريدنج، اهو اهو ما شاء الله زي الفل. وهحمر لكم دي اول ما نرجع من الفاصل اللي احنا لسه عاملينها من غير ما نسقعها، لكن برضو يفضل زي ما اتفقنا نسقع البانيه.